اكلنا النهارده انا بقى اي حاجه طالعه من البحر باكلها في الغالب في الحقيقه. وبعدين اميره بتعمل الحاجه بتظبطها مظبوطه قوي. على فكره عايز اقول حاجه، احنا كل شفاتنا عندهم صفحات على الفيسبوك والانستجرام بتكون خلال الفقره بتكون موجوده على الشاشه، ممكن تتواصلوا معاهم. في بعضهم بيعمل كيترينج وحاجات حلوه قوي، فممكن تتواصلوا معاهم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، بونسوار، ميرسي، الاخبار؟ الحمد لله. بصي بقى، انت عامله سفره فظيعه انا الصينيه النهارده، مرعبه. الالوان عجباني قوي، حاسه ان انا شيك كده. ايه ده؟ الصينيه شيك، ده طاجن كاليماري. اه وعايزه اقول لك الفروزن طبعا ارخص كتير من التاني، بس طعمه تحفه، وده اصلا اللي بيتعمل في المحلات عشان انت مظبطاه. اه محبشينه يعني. وده دي ملوخيه بالجمبري، طلبتها مني قلت لازم وجايبين اعمل. الجمبري الصغير اللي هو صغنن خالص، مش بيبقى غالي قوي مش لحد غالي. لا ما. ده رز صياديه بالبصل البني، يعني رز صياديه بني، حاطين عليه اضافات برضو بتاعتش كده. انت عارفه انا الرز ده ممكن اكله حاف، انا اي رز الرز باكله ده حاف مع سلطه بيبقى مع خطير. طحينه. طحينه، يا سلام، ما جوعناش بقى. جعان. قولي لنا مقادير ايه طيب؟ هنعمل اول حاجه طاجن الكاليماري. عندي نص كيلو كاليماري، بصله كبيره مفرومه، معلقه كبيره ثوم، كوبايه فلفل الوان، فلفل حامي، نص كيلو عصير طماطم، معلقه كبيره صلصه طماطم، نص كوبايه كرفس، حبه جزر مبشوره، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره كزبره ناشفه، عصير ليمون، زيت وملح وفلفل. طيب عايزكم تجربوا الطاجن الكاليماري اللي الاميره عاملاه. هو انت جايبه كيلو كاليماري بكام؟ ب 130. اوكي، بيتراوح، بس ممكن كيلو ده كتير قوي. كيلو كيلو عامل ده. بص طاجن قد ايه ده، ده الطاجن وده ده واخد نص كيلو، وهنعمل ده واحد تاني يعني ده نص دلوقتي. كيلو طبعا، يعني اسره ممكن تجيب نص كيلو. طبعا. هو الكيس الفروزن بيتباع بالكيلوهات، ما بيتباعش نصاص، فهيجيبوا ونعمله نص ويخلوا نص، اوكي ماشي. فهيبقى حلو. بص كميه الاضافات قد ايه عليه، يعني احنا هنخليه كتير، مش هنخليه هنخليه الطعم الحلو البلدي الفريش بالظبط. وهنزود الحاجات، مش عشان بس نزود الكميه، لا، الحاجات طعم. دي كلها بتدي طعم. يعني الجزر والكرفس والبصل دول مع بعض لوحدهم حكايه. بصوا البصل عندي هنا انا مش مبشور، مفروم، بصوا مكعبات صغيره. ما هي ليها لهم، تمام، معلش اهي ده شكله. والطاجن ده البصل الابيض فيه بيبقى احسن من البصل الاحمر، بتفرق بتفرق. البصل الابيض بيبقى مسكر شويه عن البصل الاحمر، اوكي. فانا هسيبه يدبل مع شويه ملح. انا ما بحبش احط فلفل اسود على الاكلات بتاعه البحريات، بحسه ما بيلقش قوي. هنسيبه يدبل، على بال بقى ما يدبل هنتبل ايه، الكاليماري. اجيب لك حاجه كبيره. اوكي ماشي، هنحط عليه دي ولا الثوم. اكبر؟ لا دي كويسه قوي. بصوا الكاليماري اهو، هو جاي بيجي متقطع، بيبقى مش مقطع. صوابع وبيبقى فيه سليم. لا اللي تلاقوه فيه، حتى لو لقيتوا اللي هو السليم القرطاس ده، قطعوه انتوا مربعات كده اهو. ليه بقى ما يتشدش منكو؟ لان انا اكلته مره قبل كده لقيته بيشد وما عجبنيش، وانا دهت الشيف وقلت له انت هاتي اللي خلصتيه. لا ده لسه هعوزه. ده؟ حطه على البصل. ماشي. ايه بقى اللي يخليه ما يشدش؟ حطيت توم بس لسه لحد دلوقتي، وحط الكمون ايه اللي يخليه ما والكزبره، يشدش؟ ان احنا ما نحطهوش على النار يستوي كتير، معروفه الاكلات البحريه. فاحنا لو حطيناه من الاول هنا هتلاقوه بيشد قوي في الاخر. حطيت انا كمون وكزبره وتوم، نحط شويه ملح صغيرين لان احنا هنحط ملح في الخلطه بتاعتنا، وهحط كمان ليمون. دي كده تتبيله الكاليماري سهله سهله جدا، بس عشان خاطر احنا عايزين نديله طعم ما ننزلوش يبقى كده على يتعمل، ما الصلصه على يتعملش طول. سلطه. بس يتشوق. احنا كنت عاملاه قبل كده في المسابقه زمان، كنت فاكره؟ انت حاطه في المنيو بتاع الاكراني ده، انت كنت طالب حاجات كتيره قوي. انا ما اعرفش اصلا خلصت ازاي في الوقت ده، شاطره. كنت طالب 5 حاجات. انا كل ما احكي لحد على فكره على اخر حلقه بالتحديد يقعد يقول لي انت ازاي، يعني انتوا اكيد كنتوا بتاخدوا فاصل. اقول لهم لا والله لا، كنا العظيم على ما الهوا، في ابدا، ما كنا على فيش. الهوا ساعتها. البرنامج كان على الهوا، دلوقتي احنا مش على الهوا، احنا مش مباشر، احنا دلوقتي مسجل. ايوه دي خلاص كده اهو، احنا هنسيبه كده شويه لحد ما نسوي بقيه الخلطه. حطيت انا الثوم اللي اتبقى مع البصل، وهحط الجزر، وهحط الفلفل الالوان، وهحط الفلفل الحراق، ده اختياري بس بيدي طعم تحفه للطاجن ده. وهنحط ده وشويه زيت. الخلطه دي مع اي بحريات جربوها هتعجبكم قوي. نفس الخلطه دي ممكن تحشوا بيها السمك السنجاري، انا بعملها برضو في السمك السنجاري. السمك السنجاري المفتوح ده تعملوا الخلطه دي وتشوحوها، بس تبقى اقل من كده، ما تاخدش نفس الوقت على النار.
هتلاقوها حلوه جدا برضو في حشوه السنجاري. وهحط الكمون وكزبره. خلاص ادي كده كل الحاجات على بعض. شوحنا بس البصل في الاول عشان ما يبقاش بيقرص ويبقى ني. واروح حاطه الطماطم وهحط صلصه الطماطم اهو. تمام. وهنسيبها كده لحد ما تتسبك. لازم تتسبك عشان لو حطيناها على الكاليماري، الكاليماري ما بياخدش غير 10 دقايق بس. لو حطيناها كده هتلاقوه هو استوى وهي لسه نيه، فهتلاقوا فيها حموضه عاليه جدا. فاحنا لازم نسيبها شويه لحد ما تتسبك وبعد كده نحط عليها الكاليماري. لو حطيتوها وهي كده ده هتلاقوه نشف قوي على بال ما هي تستوي، فهيحصل اللي انا بقول عليه. فاحنا هنسيبها تتسبك لحد ما اعمل رز. ايه رايك؟ يلا دي عمار كده نغطيها؟ لا عشان تتبخر، انا عايزه الميه اللي في الطماطم تتبخر وتنشف شويه. طب مقادير الرز؟ مقادير الرز اول حاجه عندي بصله كبيره محمره، كوبايتين رز مصري، كمون، مكعب مرقه خضار، ميه مغليه، زيت وملح وفلفل وملح. انا ما بحبش احط فلفل اسود زي ما قلت على البحريات. طيب نجيب ده. اول حاجه عندنا البصل. البصل بصوا بصل الكشري، انا قلت لكم قبل كده ان اي بصل كشري بيتبقى ما برميهوش، فبينفع بقى في الاكلات اللي زي دي. طب بتسجليه في فين؟ في الفريزر في علبه محكمه الغلق، وبتحط عشان لو جه عليه اي رطوبه هيطرى، فطول ما هو مقفول كويس مش هيطرى خالص. بصوا بقى شايفينه هو لونه مغمق غامق كانه محروق، ده المطلوب لازم عشان يدينا اللون اللي هناك ده. في ناس بتحب لون الرز اغمق من اللي في التقديم ده، هتغمقوا البصل اكتر من كده يعني هيبقى فعلا كانه محروق عشان يدينا لون الرز الغامق ده. اوكي. فانا هنا مشوحه مخلصه طبعا الخطوه دي عشان دي بتاخد وقت طويل. فانتوا هنا هتحمروا البصل عادي او يبقى عندكم او يسود اكتر من كده شويه كمان، او يبقى عندكم مثلا بصل كشري زي ما انا قلت وتطحنوه شويه وبعد كده تسخنوه تسخينه كده لحد ما ياخد اللون اللي انتوا عايزينه اللي يعجبكم. يا اما تبداوا من الاول يا اما تعملوا بصل كشري. رز ني عادي خالص. وهنشوح كده شويه مع البصل. انا بشوف ان الطريقه دي اسهل من الطريقه بتاعه ان احنا نحط الميه على البصل ونسيبه يغلي وبعد كده نروح حاطين الرز. ده اوقات بيعجل، انا ما بحبش اعمله كده. انما احنا ما دام شوحنا الرز على السخن مع الزيت ومع البصل خلاص الرز بيتغلف بالسخونيه بتاعه الطاسه وبيتحمص، فعمره ما هيعجل ما تقلقوش خالص. لان ناس كتيره بتعمله بالعكس، بيروح حاطين ميه على البصل يفضل يغلي 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 لحد ما ميه البصل تغمق. هو بيدي طعمه حلو بس بيعجن كتير، اوقات بيعجن لان الميه ما بنبقاش عارفين مقدارها مع الرز. ده ايه؟ كمون. ده كمون. وهنحط شويه ملح. اوكي. وهنروح حاطين مرقه خضار. ما تحطوش طبعا ولا مرقه فراخ ولا مرقه لحمه مع المأكولات البحريه، مرقه خضار. وفي دلوقتي في السوق مرقه سمك عاملينها جديد حلوه يعني لطيفه. واحنا مرقه سمك عملته لكم مره انا هنا قبل كده بقشر الجمبري وعظم السمك. هقلب انا كده وهنروح حاطينه. هبصوا البصل خلى الميه بتاعت الرز غمقت ازاي. لازم بقى هنا كل شويه يعني تفتحوا عليه وتروحوا مقلبين من تحت لفوق تقليبه واحده بس عشان ما تلاقوش البصل عمى على الوش وياخد كل الرز لون واحد. يعني طول ما هو بيتقلب هتلاقوا البصل متوزع فيه وهتلاقوه كله نفس اللون، مش هتلاقوا البصل طافي على الوش. بس كده. وهنغطيه ونسيبه هو كده خلاص غلى. هنوطي النار عليه خالص بقى ونسيبه لحد ما ايه يستوي مثلا ربع ساعة تلت ساعة. اوكي. نيجي بقى نرجع للكاليماري. الصلصة هنا اتسبكت. هجيب الطاجن مش هطول. وهجيب الكاليماري بتاعي. طبعا الفرن يكون متسخن. ويفضل ان لو طاجن فخار يكون متسخن برضه. هتحطوه في الفرن وهو سخن وفاضي خالص. هتسيبوه في يعني هتحط الفخاره دي في الفرن وتسيبوها لحد ما تسخن لو فخار، لو عادي اي صينيه ثانيه مش لازم تسخن ولا حاجه بتسخن بسرعه. اوكي. هنحط بقى الكاليماري هنا على الصلصه وهحط الكرفس اللي احنا تبلناه. الكرفس والكاليماري المتبل. وهنقلب. بصوا بصوا شكله. والكميه ما شاء الله من حبه الكاليماري اللي شفتوهم نص كيلو عاملين طاجن محترم. بس وهنروح حاطينه بقى كده في الطاجن. طبعا انتوا حطوا طاجن على قد الكميه اللي انتوا هتعملوها. هيخش الفرن هيقعد هيغلي بس غلوه من تحت. اول ما تلاقوا الطاجن بدا يغلي ولو انتوا حاطين الطاجن والفخاره سخنه هيغلي بسرعه، فعشان كده ده المقصود عشان الكاليماري ما يجلدش. يقعد ربع ساعه مجرد ما يغلي هيغلي غلوه نروح محمرينه تحت الشوايه
بس خلاص وهيبقى زي الفل. حلو قوي قوي. خلي بالكم ان احنا الكاليماري هنا يعتبر ني، هو لسه ني، هو هيستوي في الفرن، يعني ما ينفعش يستوي على البوتاجاز ويرجع يستوي تاني في الفرن، احنا حطيناه بس ما تقليبه كده. لا ما نغطيهوش. اوعوا بقى تحطوا عليه جبنه وحاجات لا لا لا. العك اللي ساعات الناس بتعملها دي، هو كده حلاوته. مش عارف جبنه ايه اللي كده. الناس بتحط على كل اكل جبن، في حاجات تليق عليها وفي حاجات مش منطقيه، يعني جبن على الاسماك شويه شويه هيحطوا على الكشري جبنه، ما جربتهاش بصراحه ومش مقتنع بيها ان يبقى على الاسماك جبنه. طيب بهذه المناسبه أيوة. هسمعك اغنيه حلوه. انا موافقه. سمعك زي الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ بصوت مطربنا الجميل استاذ مؤمن خليل، وبعديها فاصل، بعد الفاصل نرجع نعمل الملوخيه بالجمبري. اوبا الملوخيه بالجمبري، يلا مزيكا. الدنيا ملك زيا، أمر على هواك.
حضرتك يا عينيا وفي عز الكلام سكت الكلام وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني ماسك الهوى بإيديا ماسك الهوى وقابل الهوى يا حبيبي قابل الهوى زي الهوى يا حبيبي زي الهوى وقابل الهوى يا حبيبي قابل الهوى يا حبيبي. ايوه هنكمل المأكولات البحريه النهارده في صينيه اميره, والنهارده اميره عامله حاجات جامده قوي. اهلا وسهلا. طيب بس نفكر الناس عملنا ايه من الاول. يلا عملنا قل طاجن الكاليماري, خلطه لطيفه حلوه جدا جدا جدا, شكله يجنن. ومعاه الرز الصياديه البني, الرز الصياديه شكله برده تحفه. هنعمل دلوقتي قل ملوخيه بالجمبري. ملوخيه بالجمبري طبعا. انا زمان بصي هو انا مش من محب الملوخيه قوي يعني مش اكتر يعني ممكن ما يعني لو ما كانتش ملوخيه. انا بحب الخضار بس الملوخيه ممكن تيجي في ما تشتقلهاش يعني نهايه الليستة. يعني هاكلها عشان النهارده عاملين ملوخيه بس مش هطلبها قوي. بس زمان كنت بستغرب قوي بصراحه على ان يبقى في حاجه اسمها ملوخيه بالجمبري. يعني كنت اقول ازاي كده. كانت الاول ناس كتيره برضو مش اول ما دقتها حبيت الملوخيه اللي بالجمبري اكتر من اي ملوخيه تانية. الملوخيه العاديه بصراحه تخيلي السوايسه بقى وال فظاعه فظاعه هم اللي بتفكروها. طب قلنا المقادير. يلا يا سيدي, اول حاجه عندي جمبري صغير. هي على فكره ما تنفعش اصلا بالجمبري الكبير. الحمد لله الحمد لله. ربع معلقه صغيره كمون, ربع معلقه صغيره كزبره ناشفه, فصين ثوم. ده كده للتتبيله. الملوخيه بقى نفسها نص كيلو ملوخيه, معلقه كبيره ثوم مفروم, معلقه صغيره كزبره ناشفه, 3 كوبايات مرقه خضار او مرقه سمك اللي انا قلت عليها اللي هي اللي احنا عملناها قبل كده من فتره, او المكعبات موجوده في السوق دلوقتي علبه مرقه سمك. اوكي مرقه السمك انا ممكن اقول لكم على طريقتها, انا عملتها قبل كده. طب هتقولي لنا كده. هقول لكم عملتها قبل كده. ممكن تعمل بقشر الجمبري وممكن تعمل بعظم السمك. اي حاجه من دول موجوده عندكم او الاثنين بتبقى حلوه جدا. اول حاجه هتجيبوا الجمبري وتقشروه وتغسلوا القشر كويس قوي بميه وليمون من غير خل, تشطفوه كده شطفه وتصفوه. هتروحوا جايبين بصلايه, بصلايه بيضه يستحسن البصل الابيض, تقطعوه اي تقطيعه خالص وتشوحوه على النار بشويه زيت. اول ما يبدا بس كده يدبل ما يصفرش ولا حاجه, هتروحوا نازلين عليه ب 3 فصوص ثوم متقطعين شرايح او حتى انصاص عادي, وتروحوا مشوحين فيه قشر الجمبري او عظم السمك او الاثنين على بعض زي ما انتوا عايزين, وتفضلوا تشوحوا فيه لحد ما تلاقوا قشر الجمبري لونه بقى احمر او عظم السمك هتلاقوه بدا الريحه بتاعته تطلع وهتشموا ريحه التشويح بتاعه السمك. هتروحوا نازلين عليه بقى بكرفس عيدان او ورق اي موجود, يعني اللي هو المستورد الفرنساوي ده او الحزمه العاديه اللي هي البلدي, الاثنين يفوا بالغرض يعني اللي موجود. وهتروحوا مشوحين بقى مع البصل وقشر الجمبري, وتروحوا نازلين كمان بطماطمايه متقطعه اي تقطيع, كل الخضار اللي هيبقى موجود متقطع اي تقطيع, احنا بس عايزين الخلاصه بتاعته. وهتروحوا نازلين بطماطمايه واحده بس, وهتروح حاطين عليها كمان, احنا حطينا بصل وكرفس وهنحط جزر برده جزرايه واحده اي تقطيعه. كل ده يتشوح 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 على السخن لحد ما تلاقوا في دخان طالع منها كده, وعلى نار عاليه ما تنزلش ميتها. وبعد كده تروح نازلين عليها بقى بلتر ونص ميه مغليه. اوكي. وتروح مقلبينها, تفضل بقى تغلي تغلي تغلي, هتقصر شويه بس مش كتير. هتغطوها طبعا وتسيبوها تقصر على النار, هتقعد لها مثلا من تلت النص ساعة النار وسط. وبعد كده تصفوها, وانتوا بتصفوا هتروحوا دايسين كده على قشر الجمبري بظهر المعلقة عشان ينزل كل البهاريز بتاعته والخلاصة اللي فيه, وتكيسوها بقى وتحطوها في علب وتستخدموها في الوصفات اللي زي كده. تصفى. ممكن تشرب شوربة جمبري طبعا. اكيد ده فيها كل البهاريز. طب هنعمل ايه بقى؟ احنا قلنا المقادير. انا قلت المقادير. صح. يلا هنعمل بقى ايه؟ هنتبل اول حاجة الجمبري. انا عايزة البولة دي اتبل فيها. لا هجيب لك واحدة اكبر. ماشي. يلا طيب. هنحط الجمبري. ما بتنفعش ليه بقى بالجمبري الصغير الكبير؟ لان هياخد وقت عن الملوخيه, والملوخيه احنا عارفين ان هي ما ينفعش تقعد كتير على النار, بتغلي غلوه واحده بس, فالجمبري هياخد شويه وقت اكتر, غير ان هو ما بيلقش يعني, بتحس ان انت بتاكل جمبري بالملوخيه مش ملوخيه بالجمبري, طعمه بيبقى اصلا كده. الملوخيه هتاخد نكهه ده وخلاص بالظبط. ده المطلوب.
كمون وكزبره وشويه ملح. عايزاهم تاني ولا خلاص؟ لا خلاص، وشويه ملح ونقطه ليمون، نقطه واحده بس. في ناس على فكره بتحب تعصر ليمون على الملوخيه. اه ما جربتش. طب انا هقول لك حاجه ساعات بقى بعملها، ما تتخضيش. ها حط مسترد على الملوخيه. بتهزر؟ بس بس بيدقني كده. اه ما بيبقى حلو ساعات حسب المود. انا جرب. عارف ولادي بيحبوا ايه؟ بيحطوا كاتشب على المحشي. دي ممكن على فكره ات ميك سنس، لان لو المحشي قالوا لي دوقيها عجبتني. بس يعني هي ما اعرفش جات لهم منين بصراحه. لا ما الجيل الجديد ده بيخترع اختراعات. اه هنحط ايه على النار؟ هنيجي بقى دلوقتي لا الاول الحله، هنحط الملوخيه عشان تغلي وبعد كده نعمل الطشه. نحط ايه؟ نحط المرقه اللي انا لسه قايلها لكم، او مرقه خضار، او مرقه السمك اللي موجوده في السوق، يعني اللي يعجبكم. الملوخيه بصوا، يفضل ان انتوا تحطوا الملوخيه لو انتوا لسه مش خبره قوي يعني في حكايه الملوخيه دي، تحطوا كميه الملوخيه بتاعتكم وتفضلوا تزودوا عليها المرقه واحده واحده وتضربوا بالايد الثانيه لحد ما قوامها يظبط، عشان ما تلاقوش السوائل اكتر من الملوخيه او الملوخيه اقل وتطلع تقيله لو انتوا مش متعودين عليها او ما بتعملوهاش كتير. دي نصيحه صغننه كده. هقلبها كده لحد ما تعمل العرق. هاجي بقى في الطاسه الثانيه. لا استني ثانيه واحده بقى. قلت كده قلبتيها وعملت العرق؟ لسه ما عملتش العرق. اه لسه، ما لسه هتغلي غلوه. طيب هنبدل ده بده عشان بس الناس تبقى شايفه احنا بنعمل ايه. ماشي اتفضلي. هنحط ايه على الملوخيه؟ هنحط كمان فص ثوم واحد بس. بص واحد بس كده، وشويه صغيرين كزبره ناشفه عليها هي عالني كده، عليها شخصيه على البارد. اه عليها هي نفسها. نحط هنا زيت. نحط زيت. الملوخيه ديكو دايما لازم تبقى فيها عشان ما تفصلش. ماشي هستأذنك لو لقيتها هتبدا تغلي، لو انا ما خدتش بالي يعني ممكن نبعدها عن النار. ماشي نحط عليها. هنحط الثوم. دي الطشه؟ اه دي الطشه. وهنحط اول ما تبتدي تغلي اطفي؟ لا اول ما تبتدي تغلي بعدها بس عن النار شويه. وهنحط الكزبره الناشفه. بصوا بقى الاختلاف، احنا كده في العادي بنعمل الطشه ونروح حاطينها على الملوخيه. نيجي بقى نروح حاطين ايه؟ الجمبري على الطشه اللي احنا عملناها دي بتتبيلته زي ما هو كده. وهنروح مقلبين. بصوا انا هبعدها بس عن النار شويه عشان الثوم هنا بدا يغمق وانا مش عايزاه يمرر الوصف. هنقلب كده لحد ما نلاقي الجمبري بيستوي. الجمبري هيستوي والملوخيه عندنا هنا بتغلي، بس مش هنسويه قوي، هنسويه نص تسويه عشان احنا هنحط يعني. بصوا هوريكم دلوقتي عشان ما لخبطكوش، انا بتكلم كتير قوي. خلاص الجمبري هنا اهو نص تسويه والثوم احمر خلاص والملوخيه لسه ما غلتش. لسه ما غلتش. اه هنروح حاطينه بقى هنا كده ونقلب بقيه التسويه بتاعته وبقيه غليان الملوخيه هيحصل مع بعض. اهو على بال بقى اما الملوخيه تغلي الغلوه بتاعتها هيكون هو ايه كمل التسويه بتاعته لمده دقيقه مثلا واحده بس، لان هو جمبري صغير. الجمبري الحجم ده بياخد بالظبط 3 دقائق على النار. 3 دقائق، خد منهم دقيقه ونص مثلا هنا والدقيقه ونص اهو بس. حته حلوه قوي، حته فظيعه. هي كده غلت، ما ينفعش بقى خلاص نسيبها اكتر من كده على النار. تتغمس صح؟ تتغمس. ممكن تتاكل مع الرز. اه تتغرف ولا تسيبوها وتركنوها وتغطوها. الملوخيه ما ينفعش تتغطى، لازم في ساعتها. ريحتها فظيعه. اسكتي بقى، دي انا هغمسها. دي عايزه تتغمس. اه لقمه عيش كده ودن قطه بقى. ايه خطير. شوفوا الجمال، التوم اهو والجمبري جوه، فظيعه. اه برافو عليك. ميرسي. اشكرك اميره. ميرسي يا شريف. انا عامله السفره على مزاجي النهارده. احكي للناس عملتي ايه. عملنا طاجن كاليماري بخلطه مميزه حلوه جدا، وعملنا رز صياديه بني، وعملنا ملوخيه بالجمبري. وخلي بالكم ملوخيه بالجمبري ما بتعملش بالسمنه ولا بالزبده، بتعمل بالزيت. بشكرك. ميرسي. شكرا. ميرسي. ميرسي يا شريف. هنسمع دلوقتي قوم وقف انت بتكلمني. قوم وقف انت بتكلمني استاذ ايهاب. انت واقفه اصلا، احنا واقفين لبعض. وبعديها هنرجع لكم مع كابتن طلعت. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. عشان اصلحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها، وعشان اسامحك وارضي عينك حاجات كتير ودي اولها. قوم وقف
اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، ولا تتكلم وانا بتكلم، وان غلط ابقى امشي وسيبني، قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني. انت ليه ما بتحبش تسمع انك غلطان؟ قولي ليه قولي ليه، ولا حتى بتسأل وكمان زعلان؟ انت انت ما بتحبش تسمع انك غلطان؟ قولي ليه قولي ليه، ولا حتى بتسأل وكمان زعلان؟ لو نسيوا يعلموك او حتى يفهموك، لو نسيوا يعلموك او حتى يفهموك، اللي فاتك من حياتك، اللي فاتك من حياتك علمه لك. قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، قوم اقف وانت بتكلمني. برافو.